يسعد مساكم مشاهدينا الكرام في برنامج قانون اللعبه على قناه الكويت الرياضيه. وبلا شك احنا حريصين كل الحرص ان نغطي كل الرياضات الممكنه بابطالها وبمسؤولينها وبمدربينها وكل متخصص لكل رياضه، للحديث ووضع النقاط على الحروف لتبيان كل ما هو جديد حول القوانين القديمه والجديده لاي رياضه ممكنه. اليوم رياضتنا حلوة وفي نفس الوقت فيها شيء جديد، الواحد دائما يبحث عن هذا هو الجديد وما هو المميز في هذه الرياضة. شنو الرياضة؟ منو ضيفنا العزيز؟ بعد البطاقة التعريفية. خلونا نرحب به المالك والمنتج لخيل السباق العربية الأستاذ ناصر الهملان، حياك الله في قانون اللعبة. الله يحييك أبو سعيد، نورتنا طال عمرك. الله يسلمك. حلو، البداية حلوة من خلال المقدمة، لكن الحديث راح يكون أجمل وياك أستاذ ناصر لأتعرف أكثر عن تاريخ هذه الرياضة، ودائما أنت حريص على أنك تجلب الخيول العربية ومتابعتك الدقيقة لهذه الرياضة. الرياضة من متى بدأت هنا في الكويت؟ والله اخوي ابو شاهين، السباقات الخيل العربيه تاريخها قديم. نعم. لكن احنا اذا بنتكلم على الكويت يعني نادي الصيد الفروسي اعتقد تاسس سنه 69 بشكل عام. نعم. من باب يعني نسلط الضوء على المضمار نفسه، هل هو المضمار المأمول منه من 69 الى اليوم؟ هل هناك تطورات في هذا المضمار؟ هل يليق بسمعة دولة الكويت من البداية، خلينا نقول أو من البدايات لدول الخليج؟ والله أبو شاهين شوف، احنا بلشنا بـ 73 تقريبا. نعم. والكويت كانت في مستوى تصاعدي. حلو. حتى في سنة 77 أعتقد كان في دورة خليجية بحضور ملكة بريطانيا بذاك الوقت، ما شاء الله. فشاركت ثلاث اسطبلات أو أربع اسطبلات كويتية، حصلت على ثلاث جوائز من البطولة هذه. جميل، ما شاء الله. اي نعم، فما زال يعني بذيك الفتره ان المستوى تصاعدي، لان اتجهوا الملاك الى السلالات الاخرى اللي هي اللي نسميها الثير بريد او الخيل المهجنه الاصيله. كابتن ناصر، بنروح الى الخيول العربيه نفسها، شلون الواحد يعرف هذا الخيل عربي اصيل؟ والله ابو شاهين، هي قبل كانت يعني قبل لا تنطلق منظمه الواهو اعتقد بالسبعينات. نعم. كان الموضوع على اللي متعارف عليه، هذا شكل الحصان العربي، هذا طريقه خلينا نقول مشيته او حركته او المشوال او كنا الخيل يعرفونه. بس بعد ذلك خلاص صار في منظمه عالميه. اي حصان عنده السجل الانساب هذا عنده الجواز فهو عربي. حلو. اي ما نتدخل بشكله او طريقته، ما له شغل. نعم. خلاص دام عنده جواز فيعتبر حصان عربي. ايه. ومسجل في السجلات هذه. الخيول العربيه على الوانها لها تاثير في هذا الجانب ولا لا؟ كل واحد بشكل. لا لا لا، اللون عموما انا اعتقد حتى في كل مجالات الفروسيه اللون حتى في الجمال يعني ما يدخل. نعم، ممكن يكون هوى المالك. أي. انا احب اللون الفلاني، انا صح. كذا اتفائل باللون الفلاني، والله عندي حصان من قبل سبق على اللون الفلاني. نعم. لكن كتاثير اعتقد انه ما له شغل. ما له شغل. الوزن، وزن دائما يقول لك الخيل العربي لازم يكون ثقيل، شكله كذي راهي ما شاء الله. بالعكس، الخيل العربيه تتميز بخفتها عن السلالات الثانيه. اي هي عيله ثقيله؟ الانجليزيه. الانجليزيه هي الدماغ. الانجليزي. إيه هذه هي. حلو. العربيه دائما اخف وزنا. نعم، اخف وزن. عقل طرق. اي نعم. لا، وحتى في المسافات البعيده اللي تتحمل الخيل العربيه. حلو، تمام. إيه تمام. بروح الى الارقام دائما وتسجيل هذه الإحصائيات وكل التفاصيل، لكن بوقف وياك كابتن مع السادة المشاهدين، أطلع بهذا التقرير ولا نعودة. الرياضة هي نشاط يتطلب مجهودا بدنيا، ويختلف تقدير قوته بين البسيط والقوي حسب نوع الرياضة، كما ترتبط الرياضة بالعديد من القواعد أو القوانين التي تخلق لكل رياضة شكلها المميز. فرياضتنا اليوم هي رياضة الملوك، سباق الخيل، رياضة عربية أصيلة مارسها العرب وتوارثت الأجيال على مر العصور، ولا زالت تمارس ولكن بقوانين رياضية، مما جعل شعبيتها تزداد عند الصغير والكبير. أرجع وياكم مشاهدين بعد هذا التقرير مع الكابتن ناصر الهملان. الأرقام، أنا أدري يعني من بداية أنت الستينات والسبعينات دائما
تحصر الأرقام والمدة الزمنية، هذا الخيل فاز في هذه المسابقة، كم مسابقة فاز فيها، فالأسعار على قولتهم تصعد مع كل تحقيق لأي إنجاز. شلون كنتوا تجهزون وترتبون أموركم وعلى قولتهم تسجلونها أول بأول؟ طبعا هذه حقبة قبل أنكم موجودين يعني، لكن النظام السابق اللي كان متعارف عليه اللي هو نهاية كل موسم يطلع تقويم سنوي، يسمونه التقويم السنوي، في سباقات الموسم كاملة، أسماء الخيل، أسماء المدربين، أسماء الفرسان، نتائج السباقات، مسافات السباقات، الرعاة، فيكون مرجع شامل. حتى كان في السابق يعني الناس الكبار اللي حقوا على الفترة هذه يقول كان نهاية الموسم نروح نطلب التقويم السنوي هذا ونقرأ ندور الحصان اللي بنشتري. تمام. فكان هذا كله مقيد في كتاب سنوي ينزل سنة. نعم. نعم. فينزل نهاية الموسم والواحد يكون مرجع له، وفي ناس إلى اليوم محتفظة بالتقاويم هذه من 73 إلى تقريبا 2007 يمكن كانت تنطبع. إيش معنى 2007 تنطبع؟ شنو بعدين وقفت؟ بعدها الظاهر يعني الناس تحولت من النظام هذا إلى أنظمة إلكترونية. حلو. نعم. وديتنا إلى النظام الإلكتروني. نعم. واللي أعرفه من خلال فريق الإعداد بأنك أنت عندك تطبيق خاص جميل مميز، وهو تطبيق شويمة، حتى الاسم شدني وايد. نعم. تطبيق شويمة اللي هو خاص في خلينا نقول تسجيل هذه البيانات والنتائج. نعم. والإنجازات لكل خيل بتفاصيله. نعم. حلو. هذا الأمر يعني على قولتهم تسهل الأمر بدل دورة الأوراق. لا لا عمي تك 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 أنت واصح قل لي تبي. نعم. فأول شيء شنو اسم ومعنى شويمة؟ شويمة أبو شاهين هذا يعني ممكن رسن من أرسان الخيل العربية. نعم. إذا ما كان رسن أساسي فهو رسن فرعي، اللي هي مثل ما نقول أصول الخيل العربية. حلو. فهذا أصل من أصول الخيل العربية. حلو. ممكن الكويت يعني كان في تواجد لهذا الرسن في تاريخ الكويت الحديث خلنا نقول. نعم. حتى يمكن بعض الأسر كانت تمتلك الرسن هذا. حلو. فالاختيار وقع لان مثلا في رسن ثاني كحيله، والله في مشتهرين الامارات بسباق عالمي اسمه كحيله، فما ودك يكون. حلو. نعم. عبيه مثلا موجود في المملكه العربيه السعوديه. حلو. فاخترنا الاسم هذا كرمزيه لكل دوله اسم. مو لكل دوله. ها. لا انا اقصد ان هذه الاسامي الحين متعارف عليها، فانت ودك تميز باسم ويكون له رمزيه. حلو. عربيه او تاريخيه كويتيه يعني. تطبيق شويمه، التطبيق شويمه الكل يعرفه من. نعم. اهل الخيول. اي نعم، اهل الخيل العربيه يعرف رمزيه الاسم هذا. تمام. هذا. نعم. ترى اول مره اعرفه والحين خلاص تشرفنا ان اتابع التطبيق وادخل واتعرف. كل الشكر لهذا المجهود، لهذه الفكره، لهذا البحث المستمر، وبالنهايه يعني شكرا لأصابعك لأناملك اللي دخلت هذه البيانات اللي خلال هذه الفترة مثل ما تفضلت سنة كاملة. فعلا الشكر أيضا موصول حق من ساعدوك ودعموك وأعطوك هذه المعلومات. بالنهاية العمل مشترك ويطلع بصورة جميلة من خلال هذا التطبيق اللي الواحد يقدر يوصله بكل سهولة ويتعرف على كل البيانات والمعلومات. كل الشكر لك كابتن ناصر على تواجدك في قناة اللعبة مرة أخرى. شكرا لك. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام. فعلا كل واحد يحب يرسم خطته، وكل واحد له هدف يوصل حقه. الكابتن ناصر الهملان وهو المالك والمنتج في رياضة خلينا نقول أو تحديد الخيول العربية، قام بدور كبير، قام بدور غاب عن الكثيرين شلون يوصلون حق هذه المعلومات بشكل تفصيلي، ولكن قدم لنا بشكل سهل. هو قام بالصعب وعطانا السهل. اللي عليك بس انك تدش التطبيق تتعرف على كل التفاصيل، لان انا امانه دخلت او بين لي كذا نقطه صراحه ابهرني فيها، لان كلها في على قولتهم اصبع واحد طقه واحده انت توصل حق اللي تبي بكل شيء. على العموم دائما احنا نقول الكويتي اذا يبي شيء سهل يوصل له. نلقاكم على خير، فما الله.